استعرضت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان دورها في متابعة الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها مملكة البحرين في منع انتشار فيروس كورونا وبتأثيرها على التمتع بحقوق الإنسان، إضافة إلى متابعة تأثير هذه الإجراءات على تمتع العمالة الوافدة بحقوقها. جاء ذلك خلال مشاركة رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري في الاجتماع السنوي 25 لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ الذي عقد عن بعد من مقر المنتدى في مدينة سيدني بأستراليا، حيث أكدت أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تتابع أثر الإجراءات الاحترازية على حقوق الإنسان، مشيرة إلى استعداد المؤسسة لمشاركة أعضاء المنتدى بخبرتها في ذلك وتقديم المساعدات وتبادل الخبرات من أجل حصول الجميع على حقهم في الصحة والرعاية الطبية.